تلقي طائرات النظام البراميل المتفجرة على الحي السكني، فيقولون عقاب جماعي. وأي عقاب هذا؟ ليس هناك ذنب أصلاً، هذا يسمى التنكيل الجماعي. ولكن اتفاقية جنيف الرابعة تسميه العقاب الجماعي وتحرمه. كسرى الملك الفارسي القديم الذي اشتهر بعدله كان له وهو صبي معلم. ذات يوم لطمه المعلم لطمة على حر وجهه وبلا سبب، وسكت كسرى. وبعد سنوات تولى الملك فاستدعى المعلم، قال له: لماذا لطمتني؟ قال المعلم: حتى تعرف بشاعة الظلم ثم لا تظلم أحدا. فعفى عنه وأحسن إليه. حدث في مدرسة عربية أن شغب بعض التلاميذ في فسحة ما بين الدروس، وكسر أحدهم زجاج النافذة. اقترح المعلم عقابا لكل التلاميذ، ولكن مدير المدرسة قال له: لا للعقاب الجماعي، ورفض حتى إجراء تحقيق، وكلف لجنة من التلاميذ بجمع قروش زهيدة ثمن لوح زجاج، وكان درساً في العدل وفي التربية. العقاب الجماعي عقاب بلا ذنب، وهو تنكيلي.